خبرات عن كشف الأعطال الناتجة عن المعاوقة العالية، يعني High Impedance. يقدمها الأستاذ الدكتور حسام الدين طلعت. الأستاذ الدكتور حسام الدين طلعت عمل حاليا أستاذ دكتور في جامعة عين شمس بجامعة مصر العربية. حصل الدكتور حسام على درجة دكتوراه في الهندسة الكهربائية مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة كرنوبل في فرنسا، درجة ماجستير وبكالوريوس مرتبة الشرف في الهندسة الكهربائية من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية. لدى الدكتور حسام خبرة واسعة في المجالات ذات العلاقة بالطاقة الكهربائية، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية وشارك في العديد من اللجان والمشاريع البحثية، قام بنشر العديد من البحوث، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير. هذه لا تفي الدكتور سيرته الذاتية الجيدة، ولكن هذا ما وجدناه من المقدمين. تفضل دكتور حسام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر معالي رئيس الجلسة وأشكر حضراتكم لفرصة طيبة يعني نتبادل فيها المعارف بشأن السلامة. موضوع العرض بتاعي هيكون خاص بجزء من السلامة، يعني مشاكل اللي بتهدد سلامتنا في الديستريبيوشن سيستمز، في نظم التوزيع أو الإمداد للطاقة. الحقيقة هي البروبلم حتى الآن تشالنجينج بروبلم، ما زالت الأبحاث جارية فيها، ما زال هناك بحوث بتصدر فيها ورسائل بتسجل ودرجات تؤخذ فيها، اللي هي بنسميها High Impedance Fault Detection. يعني هنعمل استعراض سريع للمنشور وطرق الحل، وهنتكلم على الخبرات اللي اكتسبت في هذا المجال. العرض بتاعي هيشمل ثلاث نقاط. هنتكلم الأول على الديفينيشن، what is meant by high impedance fault concepts. بعدين نتكلم على solutions، the proposed solutions اللي هو classification of high impedance fault detection techniques. وبعدين نمرة ثلاثة هنتكلم specifically على المناطق اللي هي الصحراوية والمشاكل بتاع detection لهذه المشكلة في المناطق الصحراوية. الأول معنى High Impedance Fault يحدث إنه أحد، طبعاً هي المشكلة متعلقة بالـ Overhead Lines في الـ Primary Distribution Systems 13.8 kV, 11 kV, 22, 33. يعني هذه الـ Stage أو الـ Class من الـ Distribution Systems. لو حدث إنه نتيجة ظروف جوية أو غيره أحد الـ Conductors حصل له بروكن او ساري، يعني وقع او فول، وكونتاكتد مع زي ما احنا بنقول هنا دلوقتي with a quasi insulation object، ممكن يكون مع شجره ولا مع اي مبنى او احيانا مع الارض نفسها. فزي ما هو واضح في الشكل اللي تحت انه وجود high impedance هيخلي لي هيكون في كارنت قيمته صغيره، سمول كارنت هيمشي بسبب ان الامبيدنس في المسار كبيره. ده شكل بيوضح برضه نفس المشكله، داون كوندكتور اهو وقع ونقطه التماس مع الارض. الكوزز بتاعت الهاي امبيدنس فول ممكن تكون بروكن لاين اون جراوند، ممكن تكون بروكن بول بيقع نفس العمود او البرج نفسه يقع كله، allowing line to sag contacting ground، ده بنسميه sagging conductor، او انه النتيجه لقرب object من الكوندكتور زي التري ليمب او غيره ممكن يحصل arcing مع الاشياء اللي هي قربت من الكوندكتور. دي اشكال مختلفه متوقعه للسيركت ايكوفلنت سيركت لحالات البروكن كوندكتور او للساجنج كوندكتور. ممكن يحصل مشكله من ناحيه السبلاي، ممكن تحصل مشكله من ناحيه اللود. يعني هذه تفاصيل تخص توصيف المساله، لكن السلايد هذه هي الحقيقه اللي بتوضح لي
تشالنجينج ايشو في الموضوع. في هنا مقارنه بين الكرنت ليفلز على 13.8 كي في نتوركس لحالات ثلاثه، حالات اللود اللي هو اللون الاخضر اللي هو من 10 امبيرز لغايه مثلا 100 امبيرز، يعني في رينج لتغير الكرنت في اللود. لو حصل فولتد فولت فبنتكلم على اللون الاحمر اللي هو بنتكلم على 1000 امبيرز كيلو امبيرز بيحصل. ده طبعا بيكون مسار الفولت في الحاله دي لو امبيدنس، يعني المفروض فولتد فولت هنا نقصد بيها كمان اللو امبيدنس فولت اللي هو النورمال او الريجولار فولتس. الهاي امبيدنس فولتس هو اللون الاصفر، مشكله ان الكارنت اللي بيمشي بيكون الرينج بتاعه صغير جدا، يعني من 0 امبير الى 100 امبير او 120 امبير او 150 امبير، قيمه صغيره جدا من الكارنت. يصعب على البروتكتيف ريليز الطبيعيه التقليديه انها تشوفها، يعني البروتكشن اللي هو الاوفر كارنت بروتكشن طبعا بيبقى السيتنج معمول على اساس انه يديتكت النورمال فولت كارنت، ولازم انه اللود كارنت يكون لا يسبب تريبل ريلي، وبالتالي السيتنج بتاعت الريلي فوق اللود كارنت كمان. فما بالنا الاتش اي اف الحقيقه ان هي قيمه صغيره لا يمكن ملاحظتها، وبالتالي الكونفشنال ريلي مش هتعرف انها تشتغل. المخاطر جايه من ان وجود الكوندكتور على الارض بالشكل اللي امامكم هيعمل هازارد لاي هيومن موجودين بيرسونيل او ممكن حتى الانيمالز، لان بيبقى في ستيب بوتنشال زي ما انتم شايفين حضراتكم كده ممكن تبقى قيمتها عاليه جدا بتصعق كل من يقترب من نقطه السقوط. دي صوره ثانيه بتبين برضو نفس المعنى، انه بيكون في شكل سيركلز حوالين الهاي فولتج بيكون في نقطه سقوط الكوندكتور، وحواليه بيكون في سيركلز كلما بعدنا كلما قل الايه الفولتج الموجود على الارض. هنا عندنا الكاركترستيك بتاعت الاركينج كارنت. احنا هنا الان بنحاول ان تو ديتكت الفينومينا مش من الكوانتيتي، لان الريجولار بروتكشن بيعتمد اساسا على الكوانتيزيشن، يعني يشوف الروت مين سكوير كارنت قيمته كام ويحاول ان هو تو ديتكت الفاليو دي. احنا الان بنحاول نشوف الكواليتي او ممكن نقول السيجنتشر اوف ذا فولت اللي هو زي ما شايفين حضراتكم شكل الفولت في الحاله دي بسبب وجود اركينج، لانه ما هواش دام يعني ما فيش كونتينوس فولت كارنت ماشي لكنه واخد الشكل ده. هنحاول نعتمد على ان الشكل ما هواش ريجولار بالطريقه هذه الواضحه في ان احنا تو ديتكت ذا فولت. طبعا الويف فورم اللي امامكم ريتش ان هارمونكس ونون هارمونكس وايراتيك ما فيهاش كونتينيوتي، يعني مش ثابته ما لهاش باترن ثابته، يعني بتتغير الباترن بتاعتها. ممكن ان الظاهره دي مشكلتها انها تقعد من سكندز ومينتس وممكن كمان تو دايز، يعني ممكن تقعد ايام بدون اكتشاف بسبب ان الريجولار او الكونفشنال ريلينج ما بيكتشفهاش. طيب الحلول اللي اقترحت تو ديتكت لكشف هذا النوع من الاعطال انا مصنفها كالتالي: اولا اما انها معتمده على الكتريكال ديتكشن او ميكانيكال ديتكشن. ميكانيكال ديتكشن طبعا هنتكلم عليه حالا، ده لوحده كاتيجوري بيحاول انه سقوط الكوندكتور نفسه يتحول الى ميكانيكال فورس، هتغير حاجه هتعمل شيء زي ما هنشوف الان. الالكتريكال ديتكشن عندك مكانين تو ديتكت، يا اما ان انت تو ديتكت السيجنال اب ستريم عند السب ستيشن، تحط البروتكتيف ريلي في بدايه الفيدر عند السب ستيشن في اب ستريم، او ان انت تعمل ديتكشن عند داون ستريم في نهايات الاطراف للفيدر اللي هي اللاترال اندز. هنصنف دلوقتي هنشوف التفصيل. الميكانيكال ديتكشن قائم على فكره تحويل الهاي امبيدنس فولت الى لو امبيدنس فولت، بانه بعمل مع سقوط الكوندكتور بتعمد ان انا اعمل شورت سيركت يكون ويز لو امبيدنس، لان انا عامل
بار اللي هو الشكل الازرق البايل جراوند فولت انديكيتور بسقوط الكوندكتور عليه بيبقى في سبرينج او ميكانيكال سيستم. المهم ان هو بيعمل شورت سيركت بحيث انه يوصل الكوندكتور فعلا بدل ما هو على الساند على الرام لا يوصله بالبار بالارض بالجراوند وبالتالي يمشي فولت كرنت عالي هيشعر بيه في الحاله دي. هذه الحاله هيشعر بيه اللي هو الكونفنشنال ريلي. الداون ستريم ديتكشن الايديا بتاعته بيزد على اني اللوس اوف فولتج ان انا كاني بتشيك الفولتج عند التيرمينالز ولو حصل لوس اوف فولتج يبقى ده دلاله على البروكن كوندكتور. الحقيقه دي هنرجع لها بالتفصيل لان هو ده كانت الاكسبيرينس في احد الريسيرش بورشنز. الاب ستريم ديتكشن هو اللي خد في الليتريتشر النصيب الاول لانه مع بساطة الفكرة في انك جاست ما فيش سيستم متكامل. هنا انت في الحالة دي بتحط جاست وان بروتكتيف ريلي بتحط في سب ستيشن على كل فيدر ويديتكت السيجنال الكرنت سيجنال ويعمل لها بروسيسنج بطرق كثيرة مختلفة. طبعا الارتفيشال انتليجنس تكنيكس الديجيتال سيجنال بروسيسنج يعني في كونفنشنال ميثودز للاناليسيز وفي طرق حديثة. المهم الكاتيجوري هذه كلها معتمده على تحليل الويف فورم اللي احنا شفناها من شويه بتاعت الكارنت واختلاف شكل الويف فورم عن النومينال كارنت بيخليني ان انا اتعرف على ان هذا هو الهاي امبيدنس فولت. يعني كاني بحاول اجيب السيجنتشر اللي هو الفولت سيجنتشر واتعرف عليه. هنا في يعني تفصيل للطرق السيمتريكال كومبوننت اللي هي طبعا كونفنشنال ميثود او تكنيك من زمان معروف بيقارن الزيرو سيكونس كارنت بالبوزيتيف والنيجاتيف او بالبوزيتيف بس يعني لها تفاصيل. كل طريقه من الطرق هذه بيكون لها مميزات وعيوب وتجارب ونعمل لها تيستنج حتى نصل الى افضل الطرق لكن كلها معتمده على الويف فورم بتاعت الكارنت. فالسيمتريك كومبوننت طريقه الهارمونكس الهارمونيك اوردرز ايضا بنقدر الثيرد هارمونيك بالذات بتبقى ظاهره جدا في حاله الهاي امبيدنس فولت فبالديتكشن بتاع الثيرد هارمونيك نقدر نتعرف عليها. الديجيتال سيجنال بروسيسنج بتشمل ايضا مجموعه من الالجوريثمز منها مثلا الراندمنس فانكشن يعني انا بعتمد على ان الفينومينا از نوت كونتينيوس فالتقطع في هذا الشكل بيدي لي راندمنس. ففي يعني تعريف رياضي للراندمنس بحسبه واشوف if the signal is random يعني more than certain level بعتبر ان ده هاي امبيدنس فولت. الارتفيشال انتليجنس اللي هو الان ابلكيشنز بتاعته متعدده من اللي الارتفيشال نيورال نتورك ميزتها انها عندها الكونسبت اوف ليرنينج ان انا ببتدي اعلمها واعرفها اذا كان حالات الهاي امبيدنس فولت بتتعرف عليها بحيث لما تيجي حاله مشابهه مش لازم مطابقه مشابهه تعرف ان هو ده فعلا هاي امبيدنس فولت بتفصيل طبعا الكلام على الماثيماتيكال موديلنج بتاعتي. الويف ترانسفورم ايضا هو طريقه رياضيه ايضا حديثه بتستخدم ونجحت جدا في التعرف على الفينومينا. الهايبرد تكنيكس الفكره ان انا بخلط عدد من الكلام اللي احنا قلناه قبل كده ممكن ان انا اخد طريقتين او اكثر طريقتين او ثلاث طرق واخلطهم مع بعض وبعمل ميرجنج واعمل هايبرد تكنيك بسبب ان احيانا يصعب اعتماد على تكنيك واحد. في الكاتيجوري دي نفسها الحقيقه حطيت انا سلايد على الكوميرشال هاي امبيدنس فولت ريليز. عندنا 3 هاي امبيدنس فولت ريليز كوميرشالي يعني في 2005 و6 و8 من 3 شركات مختلفة كلهم معتمدين على الفكرة بتاعت الـ upstream detection يعني أنا بحط في السب ستيشن البروتكتيف ريلي بتاعي وكلهم معتمدين على فكرة الهايبرد. يعني لما تلاحظوا حضراتكم بدون دخول في التفاصيل ممكن يخلط مثلا النيورال نتورك مع الويفلت او ياخد الراندمنس الجوريثم مع حاجه ثانيه الاكسبرت ارك ديتكتور الجوريثم يعني معتمد على الديسيجن ما يتخذش على حسبه واحده او على تكنيك واحد يحسبه بعده طرق. فاذا جت
النتيجة من عدة الطرق كلها في اتجاه ان هذا هو هاي امبيدنس فولت بيدي تريكشن. المشكلة دلوقتي انه في المناطق الصحراوية عندنا المشكلة مختلفة. البروبلم ديسكريبشن 10 دقائق دكتور حسام. انه اولا الشبكة عندنا الديستريبيوشن نتورك ممتدة لالاف الكيلومترات وبتغذي الحقيقة عادة في المناطق الصحراوية اوكسيلري اندستريال لود، يعني ممكن جدا ما يكونش في مناطق سكنية، بحيث ان لو في مناطق سكنية قطع الكهرباء في حد ذاته ممكن ان هو يخلي فيه ابلاغ او شكوى او حاجة، لكن هنا مناطق صناعية. البروكن كوندكتور اكسيدنت طبعا ممكن يؤدي الى عملية صعق للبشر او للحيوان او كذا، ويعمل مخاطر زي ما اتكلمنا قبل كده اللي هي حكاية الاستاب بوتنشال دي. قلنا حكاية انه ما فيش شكاوي عادة. المشكلة الأساسية بقى في الـ very high ground resistivity، في المنطقة الصحراوية بنتكلم على مقاومة عالية جدا. الـ resistivity تم قياسها وكان بسبب إن الساند كمان بيكون دراي جدا وفي نفس الوقت لوز، يعني لو عملت له كومبريشن لو ضغطته مقاومته تقل شوية، لكن هو لأنه في هذه الصورة بيكون في فراغات كبيرة فبيخلي المقاومة عالية جدا. بنتكلم على أقل حاجة 1 ميجا أو متر اللي هي ريزيستنتي. بالتالي التستنج اللي تم من الداون كوندكتور اكسبيرمنتس كان بيؤدي ان مفيش اصلا كان بي مونيتور في السب ستيشن، يعني ممكن تعمل الداون كوندكتور وتقيس تجد زيرو كارنت، مفيش كارنت. كل الطرق المعتمده على الاب ستريم هتفشل، وفعلا تم اختبار كوميرشال ريليز ما قدرتش انها تشوف حاجه من اللي احنا قلنا عليه. فاذا هنا الموضوع هذا له خصوصيته بعيدا عن مناطق اخرى في العالم، وجود هذه الطبيعه في الصحراء يعني بيخلي انه لازم نبحث عن حلول اخرى. الجدول هذا ايضا مقارنه بين الثلاث طرق اللي اتكلمنا عليها اللي هي الداون ستريم ديتكشن والميكانيكال ديتكشن والاب ستريم ديتكشن. فيما يخص مكان الديتكشن الديتكتور والعدد، يعني الحاجات البارزه في الجدول دون دخول في التفاصيل، لان مشكله الميكانيكال ديتكشن انك محتاج عند كل بول تضع على الاقل 2 ديتكتورز او 2 سيستمز، لان من الجهتين، واحيانا 6 لو كنت على كل فيز عايز تعمل لوحده، فبيكون في كومبلكستي وفي كوست. الاب ستريم زي ما اتفقنا بيتحط واحد بس في السب ستيشن على كل فيدر، بس للاسف انه مش هينفع في الحاله بتاعتنا. الداون ستريم ديتكشن بيجي عند كل لاترال اند نحط زي ما هنشوف حالا الفكره بتاعته نحط 1 ديتكتور. المشكله لو بصينا في قبل اخر اكسبكتد ريلابيلتي قبل اخر رو هتجد انه الاب ستريم ديتكشن بيكون انشرتن، لان بسبب ان الجراوند ريزستيفتي عاليه جدا. الميكانيكال ديتكشن الريلابيلتي بتاعته جود، والداون ستريم ديتكشن فيري جود. بس عيب الداون ستريم ديتكشن عيب خطير جدا انه فقط يستطيع انه يكشف حاله البروكن كوندكتور الاوبن كوندكتور، لكن لو هو فولن كوندكتور ما يقدرش انه يكتشف. الاكسبكتد فولت كوست ايضا بتختلف طبعا حسب التكنولوجي والوقت، لكن هي في الميكانيكال فيري هاي. الفكره بتاعت الداون ستريم ديتكشن هي اني باجي عند نهايه اللي امام حضراتكم هو فيدر وليه لاترالز المستعرضات، وفي نهايه كل طرف بنحط 1 ديتكتور 1 اوبن كوندكتور ديتكتور. طبعا هنا واضح من الديفينيشن انا بديتكت اي ديتكت اونلي ذا اوبن كوندكتور، يعني كلير كده ستيتد من الاول عشان نبقى متفقين. في هنا كوميونيكيشن سيستم لابد يتبادلوا مع الماستر ستيشن اللي موجوده في السب ستيشن السيجنالز، بحيث ان لو اي من واحد من الاوبن كوندكتور ديتكتورز اكتشف انه في الفولتج نزل في احد الفيزز بيدي سيجنال، يعني مثلا زي كده الريد كلر معناه ان الثري ديتكتورز اللي هم بالاحمر شايفين ان في اوبن كوندكتور. طبعا في واحد مش شايف، وبالتالي الفولت لوكيشن بتحدد. طريقة الداون ستريم ديتكشن ميزتها من ضمن الميزات اللي ما قلناهاش المرة اللي فاتت انها
ممكن تحدد الفولت لوكيشن، يعني تحدد مش زي الاب ستريم، هنا ممكن اعرف تقريبا المكان فين. فبيحصل انه الانفورميشن دي بتتنقل من الماستر ستيشن، والماستر ستيشن بتعرف تقريبا بتحليل السيجنالز مكان الفولت. ده تقريبا الاوبن كونتاكتور ديتكتور هيعتمد على ايه؟ كان في فكرتين ممكن يتعملوا او اتعملوا يعني في الليتريتشر، يا اما ان انا جاست اديتكت الفولتج باي فولت ديتكشن من السكندري بتاع الترانسفورمر، بحط الاوبن كونتاكتور ديتكتور، او اني تو ديتكت الالكتريك فيلد بنفس الفكره، يعني ممكن انا اديتكت الالكتريك فيلد وبعرف اذا كان في بالانسد او امبالانسد فولتج. بالنسبه للكوميونيكيشن لينك ممكن يبقى فيه بدائل مختلفه، هل نعمله باور لاين كارير، ولا نعمله ار اف كوميونيكيشن، ولا جي بي ار اس، جي اس ام، يعني سيلولار كوميونيكيشن. طبعا البديل الثالث معتمد هل في نتورك كفرج في المنطقه اللي انت بتتكلم عليها ولا لا. فلو كان في نتورك كفرج فممكن ان الكوميونيكيشن دي تتعمل. ممكن تكون نتيجه الديتكشن بتظهر على شكل اس ام اس كان بي يوز to send alarm signal، يعني بتبعت اشاره تقول انه حصل open conductor في هذا المكان. الكونسبت بتاع الفولت سيكشن استيميشن فيه له ديتيلز، اتعمل بروجرام علشان يحدد مكان الفولت بيزد على عدد السيجنالز الجايه لي من الاوبن كونداكتور ديتكتورز. ولتحسين الاكيرسي بتاعت الاستيميشن ممكن ان احنا نضيف اكسترا اوبن كونداكتور ديتكتور، مش لازم فقط عند الاندز، ممكن نضيف اكسترا ديتكتورز في وسط الفيدر في اماكن مختلفه. البروجرام بيحدد لي افضل اماكن اضيف عليها الاوكسيلري اوبن كونداكتور ديتكتورز. بيبقى عندنا اذا نوعين من الديتكتورز اللي هو زي كده، مثلا اللون الابيض هنا اللي هو الماستر اوبن كونداكتور ديتكتور، الاصفر اللي هو الاوكسيلري اوبن كونداكتور ديتكتور. فالاوبن كونداكتور ديتكتور هو اوبشن، كلما بتزود شويه في التكاليف لكن بتحسن في الفولت لوكيشن ديتكشن. ده مثال بالارقام، هنا استخدمنا او يعني على حسب الديستنس، انا ممكن حسب البروجرام اعرف له الماكسيموم ديستنس اللي انا عايزها الاكيورسي في الديتكشن كام كيلومتر. فهنا مثلا اضطريت استخدم 5 اوكسيلري اللي هم اللون الازرق، 5 اوكسيلري ديتكتورز، والماستر دول اجباري عليا لان في كل تيرمينال لازم احط واحد. ايضا هنا ده يخص يعني زي تروث تيبل كده، علاقه المكان وهل احتمال حدوث فيلير كمان في الاوبن كونداكتور ديتكتور، اقدر اعرف بعدها المكان. كونكلوجنز، الحقيقه ان احنا لازم نعترف ان المشكله ما هياش ليس هناك حل ناجع للمشكله، بالذات في الظروف بتاعه الديزرت زي ما اتفقنا من شويه، وبالتالي هي ما زالت تشالنجينج بروبلم، ما زالت تحت الابحاث. هناك حتى هذه اللحظه رسائل ماجستير ودكتوراه بتسجل في هذه النقطه لوجود حلول. طبعا قبل ما نكمل برضو احنا لابد تو ستيك ويز ذا يعني ريال لايف كونسترينز، يعني ما ينفعش ان احنا نقعد نقول ان هنعمل نيورال نتورك نعمل كذا في ما فيش سيجنال اصلا في مكان ليس فيه سيجنال. فالبحث السليم لابد ان احنا نحط فيه الظروف الفعليه للمكان اللي احنا بنبحث فيه. تاني حاجه الاب ستريم ديتكشن زي ما قلنا من شويه از ان ريلايبل بالنسبه للديزرت لوكيشن ديو تو فيري هاي جراوند ريزيستنس. الميكانيكال ديتكشن از فيري اكسبنسيف، بنضطر نعمل 1 installation per pole 2 أو more 2 الحقيقة installations per pole. The proposed scheme for open conductor detection has been tested exhibiting a high rate of successful، بينجح في أنه يتدكت الopen conductor واللوكيشن بتاع الhigh impedance fault. شكرا جزيلا.